بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. بنعمه ربنا موضوعنا هيكون سفر استير وشخصيه استير. قصه استير ببساطه قصه خلاص، ولانها قصه خلاص بالنسبه لنا هي اكتر من كونها قصه تاريخيه، هي قصه حياه. ازاي الشيطان بيحاول يأذي الكنيسة وازاي الكنيسة بتغلب، وازاي الشيطان يحاول يهزمك وانت تغلب، وفين المسيح في القصة دي. فكل الكتاب مفيد وكل الكتاب موحى به من الله. يعني ممكن واحد يجي في باله يقول انا مالي بقصة تاريخية. لا، الكتاب ما فيهوش قصص تاريخية للتاريخ، انما الكتاب المقدس كله، كل الكتاب موحى به من الله ونافع للتأديب والتوبيخ الذي في البر. فالقصة دي بنعمة ربنا هنكتشف انها ممكن تبقى قصة كل واحد فينا، وقصة الكنيسة في كل زمن، ازاي الشر بيحارب الكنيسة وازاي الكنيسة تغلب، وازاي النفس البشرية الشيطان عاوز يموتها يعني يحتويها، وفي الاخر ازاي تغلب بالمسيح. سفر أستير له تتمة او تكملة موجودة تبع الأسفار القانونية الثانية، أو اللي بيسموها خطأ الأسفار المحذوفة. وهديكم فكرة سريعة عن الأسفار المحذوفة لأنها تهمنا هنا، لأن في 6 إصحاحات ناقصين. طبعا أنا بنعمة ربنا هنقوله لكم، يعني إحنا في الدراسة هناخد 16 إصحاح، ربنا يقويكم وتستحملوني يعني. 16 إصحاح فيهم 10 في إيدينا و6 التتمة يعني أو التكمل. طبعا دي عملت مشكلة كبيرة في التاريخ، ليه دول اتشالوا مع انهم مهمين؟ مش هقول لكم كل يعني التاريخ لانه هياخد وقت كتير، لكن هقول لكم ببساطة القصة كانت ايه. ان القصة دي كتبت اول ما كتبت عبري، ولما اترجمت لليونانية ترجمت حوالي 250 قبل الميلاد في الترجمة اللي بنسميها الترجمة السبعينية، الترجمة السبعينية، ودي أهم ترجمة قديمة للكتاب من العبري لليوناني، ودي الترجمة اللي كان الآباء الرسل بيستشهدوا بيها بآيات العهد القديم. فلما ترجم العهد القديم اترجم 46 كتاب مش 39 زي اللي في إيدينا، واترجمت مثلا سفر زي أستير 16 إصحاح، وده أول دليل إنه السفر 16 إصحاح مش 10 إصحاحات. لكن بعض العبرانيين اختصروا السفر العشر إصحاحات، شالوا أجزاء واختصروه وابتدوا يتوارثوا هذا الملخص، خلي بالكم. فده تجمع تجميعة اسمها تجميعة عزرة، فالتجميعة بتاعت عزرة هي اللي فيها 10 إصحاحات بس، لكن وقت الترجمة كانت الترجمة كاملة فكان فيها 16 إصحاح. في نفس الوقت وإحنا بندرس هنكتشف إن الإصحاحات دي جزء من القصة، يعني تلاقي إصحاح منهم بنسمع مردخاي بيصلي، وفي إصحاح تاني بنسمع أستير بتصلي، ما هي ده كله جوه أحداث نفس القصة المشهورة بتاعت أستير ومردخاي، فما نقدرش نفصلها. بعض العلماء الكتاب قالوا إن سبب الاختصار ده إنه في وقت اضطهاد العبرانيين حبوا يخلوا القصة دي قصة شعبية خالية من الجو الروحي، فشالوا الأجزاء الروحية الصرف. لأن اللي يقرأ أستير اللي في إيدينا بس العشر إصحاحات، السفر الوحيد اللي ما جاش فيه كلمة ربنا، كلمة الله ولا مر، فهي كأنها قصة علمانية يعني. فيبدو أنه كانوا بيقدموها للأمم عشان يشدوا الأمم، فكانوا بيحاولوا أنه ما إيه ما يحطوش اللمسة الروحية اليهودية القوية، فاختصروا السفر. كل ده ما يشغلناش، اللي يشغلنا أن احنا معانا سفر متكامل، والنهاردة الحمد لله طباعة الإنجيل رجعت تاني تطبع الكتاب بكل الأجزاء الناقصة اللي فيه، والكاثوليك والأرثوذكس وبعض البروستانت كلهم مجمعين على الكتاب بالأسفار القانونية التانية. بعض البروستانت هم اللي نقلوا عن اليهود رأسا رفضهم لبعض الأسفار، يعني اللي رفضوا بعض الأسفار دول جماعة من اليهود المتطرفين نقل عنهم البروستانت لما طبعوا الطبعة البيروتية. فدي أول معلومة مهمة، إنه أستير جزء في إيدينا وجزء اسمه التتمة
أو التكملة، وده جزء قانوني. كلمة قانوني يعني معتمد من الكنيسة، كتاب مقدس زي اللي في ايدينا بالظبط. قصة أستير هي قصة شعب وقصة شخص، والحقيقة الشعب عبارة عن أشخاص، والكنيسة شعب، والنفس شخص، والكنيسة مجموعة من النفوس، وقصة خلاص الكنيسة هي قصة خلاص كل نفس. يعني ايه؟ يعني خلاصك في الآخر هو خلاص الكنيسة، وتوبتك هي توبة الكنيسة، ولما تبقى أنت إنسان روحاني تبقى الكنيسة كلها روحانية، ولما تبقى أنت إنسان تائب وقوي هتبقى الكنيسة كلها قوية، ولما تبقى أنت بعيد عن ربنا الكنيسة كلها بتضعف. فارتباط القصة تلاقوا قصة شعب وقصة شخص، أستير كشخص وفي نفس الوقت مسؤولة عن شعب كامل. أستير كلمة في الأصل فارسية، لأن في الوقت ده تاريخ القصة دي في الزمن الفارسي. برضو مراجعة تاريخية سريعة، من عند 700 ونازل ناحية الميلاد كده احتل العالم 4 ممالك. أول مملكة اسمها إيه؟ مملكة بابل. احتلوا العالم في الوقت ده، يعني دي كانت أول مرحلة في التاريخ، إمبراطورية واحدة تحكم العالم كله. فأول شعب احتل العالم كان بتوع بابل العراق. بعد بابل جت مملكة اسمها مملكة الفرس، حاربوا بابليين وغلبوهم فاحتلوا العالم. في الوقت ده قصة أستير. يبقى قصة أستير حوالي سنة 470 قبل الميلاد، في الوقت اللي يحكم العالم الفرس. الفرس اللي هم الإيرانيين دلوقتي، بلاد فارس اللي هي بلاد إيران حاليا. بعدها جم اليونانيين بالإسكندر الأكبر وغلبوا الفرس واحتلوا العالم. بعدها جم الرومان كسروا اليونانيين واحتلوا العالم، وفي زمن الرومان ولد السيد المسيح. يبقى في 4 ممالك جم ورا بعض لغاية ما ظهر المسيح في زمن الرومان: بابل، الفرس، اليونان، الرومان. احنا في زمن الفرس طبعا، دول كلهم وثنيين. وفي الوقت ده اليهود كانوا مثبيين، لأن ربنا كان غضبان عليهم بسبب كتر خطاياهم، لأنهم رفضوا عبادة ربنا وعبدوا الأوثان وعاشوا في الخطية، فربنا حكم عليهم بالسبي أو بالذل العبودية عشان يرجعوا ويتوبوا. وأحيانا الإنسان ما بيرجعش ربنا غير لما بيدلل، فربنا عارف كده فبيضطر يسمح لنا بكده لو احنا مش راجعين بالذوق نرجع بالذل. ففي الوقت ده ظهروا أنبياء كتير قوي، يعني كل الأنبياء المشهورين ظهروا في الفترة دي. يعني أشعياء ظهر قبل السبي على طول، هوشع مثلا ظهر في سبي قبل برضو السبي على طول، هوشع ويوئيل وأشعياء دول في الأول خالص. وقت سبي بابل ظهر أرمية وظهر حسقيال وظهر دانيال. قصة أستير بقى بعد ده كله، بعد دول لما تحولت المملكة من مملكة بابل إلى مملكة فارس كده، احنا بقينا في 470 قبل الميلاد. المسبيين دول كان أغلبهم يهود طبعا، في يهود مسبيين وفي يهود عايشين في بلادهم بس عدد قليل قوي في أورشليم اللي هم سابوهم وما خدوهمش سبايا. بعض السبايا كبروا في بلاد السبي، يعني أستير دي لما اتثبت عيلة صغيرة، كانت طفلة يوم ما جت بلاد فارس مع ابن عمها مردخاي زي ما هنشوف كده. فلما اتثبت او اتأثرت كانت طفلة وتربت في بلاد السبي. من الحاجات اللي تعجبنا في الشخصيات دي ازاي وهم في عالم كله وثني وكله خطية يحافظوا على عهدهم مع ربنا ويفضلوا مسكين في ربنا ويفضلوا عارفين الصوم والصلاة. شوفوا احنا عايشين برضو بحرية، تصور لما الواحد يبقى مستعبد في جو كل خطية ويفضل متمسك بإيمانه، متمسك بروحياته. طبعا دي لوحدها سر قوة الناس دول. عندنا 4 أسماء يهمونا. أول اسم أحشاويروش، واخدين بالكم ده الملك أحشاويروش، وده اسم فارسي، ويعني يعتقد أنه كان اسم أحد الآلهة الوثنية طبعا. واحد تاني اسمه هامان، ده الوزير
المتعب أو رئيس الوزراء، وهامان ده برضه على اسم واحد من الأوثان. وعندنا وشتي، وشتي دي الزوجة الأولى لأحشاويروش، ودي هتطير بسرعة من أول القصة يعني. وعندنا أستير، وعندنا مردخاي اللي هو قريب أستير بطل القصة الحقيقي، وده برضو تصغير مردوخ. كلهم واخدين أسماء، خلي بالكم الأسماء دي مش عبرانية، لأنه لما كانوا بيترحلوا البلاد دي يغيروا أسماءهم عشان ينسوهم ماضيهم. فاكرين عيلة دانيال يقول لك إيه، سموهم صدرخ وميشخ وعبدنا، حاجات كده غريبة. هم في الأصل أسماء عبرانية، ميسائيل، ودي أسماء عبرانية. لما تلاقوا إيل، إيل دي يعني الله، وحيال أخيرة يعني الله، حنانيا يعني الله حنان، واخدين بالكم؟ فالأسماء دي في الأصل عبرية، يغيروها عشان تاخد أسماء بابلية أو فارسية. هنا واخدين كلها أسماء فارسية أو أسماء غريبة. نبتدي نقرأ، ناخد شوية حتة كده في الأول، وكل حتة نقول عنها تعليق. مين اللي كتب السفر برضو ده كان لغز، لكن أغلب المفسرين أجمعوا أن اللي كتب السفر مردخاي نفسه، لأنه واصف أحداث بمنتهى الدقة، صعب يكون حد نقل. البعض بيقول عزرا نفسه اللي جمع الكتاب المقدس هو اللي نقل القصة وكتبها. الرأيين يعني مقبولين في الكنيسة، إن كان عزرا الكاتب اللي كتب سفر عزرا، لأنه في الوقت ده كان بيجمع الأسفار، أو مردخاي، اللي رأيين يمشوا مين كاتب القصة. وحدث في أيام أحشاويروش، هو أحشاويروش الذي ملك من الهند إلى كوش. من الهند دي آخر العالم ساعتها، ما كانش فيه بلاد بعد كده، وكوش اللي هي الحبشة برضو آخر العالم ساعتها، ما يعرفوش أكتر من كده. العالم القديم غير العالم بتاعنا دلوقتي، ما كانش فيه الأمريكتين، ما كانش فيه أستراليا، الحاجات دي مش معروفة زمان. فالعالم القديم لما يقول من الهند للحبشة يعني يقصد يملك العالم كله، وكانت متوزعة زي بلاد صغيرة، يقول 127 كورة. أنه في تلك الأيام حين جلس الملك أحشاويروش على كرسي ملكه الذي في شوشن القصر. شوشن دي البلد، وساعات يقولوا شوشن القصر، يعني إيه البلد اللي فيها القصر؟ شوشن دي عاصمة البلد اللي فيها الإمبراطور أو الملك اللي اسمه عيلام. فشوشن دي البلد. في السنة الثالثة من ملكه عمل وليمة لجميع رؤسائه وعبيده، جيش فارس ومادي، وأمامه شرفاء البلدان ورؤسائها. حين أظهر غنى مجد ملكه ووقار جلال عظمته أياما كثيرة، 180 يوم. تصوروا حفلة 180 يوم بيهيصوا. ده يورينا يعني شكل العالم زمان. طبعا الحفلات دي كلها فجور، وكلها شرب خمرة، وكل أنواع الانحرافات، لأنها بلاد وثنية، ففي غنى جديد جدا وفي خطايا كتير قوي. احنا لما هندرس القصة هناخدها زي ما هي كقصة تاريخية، ونتعلم منها دروس، وبعدين نديها بقى البعد الرمزي، يعني البعد الروحي، ازاي نطبقها على حياتنا. وعند انقضاء هذه الأيام عمل الملك لجميع الشعب الموجودين في شوشن القصر، من الكبير إلى الصغير، وليمة 7 أيام في دار جنة قصر الملك. يعني بعد ما كانت حفلة عامة على مستوى العالم، ويعتقد أن الحفلة دي كانت بيلهي الناس عن حربه مع اليونان، لأن اليونانيين ابتدوا يشدوا حيلهم، فكان إيه بيخسر جولات قدام اليونانيين، يعتقد كده في التاريخ. فالملك حب إيه يلهي الناس عن الحاجات دي، فطبعا دي سياسة انت عارفينها، لما يحبوا ايه يخلوا الناس ما تفكرش في السياسة يلهؤهم، فهم كانوا بيعملوا كده برضه، بس هنا بقى كان بالخمرة والحفلات. وبعدين عمل حفل على الضيق، 7 أيام على الضيق يعني، في القصر بقى والناس الحبايب، بأنسجة بيضاء وخضراء وإسمنجونية معلقة بحبال من بذ الحرير، وأرجوان في حلقات من فضة، وأعمدة من رخام، وأسرة من ذهب وفضة، على مجدع من بهت ومرمر ودر ورخام أسود. مش هندخل في تفاصيل البهرجة والعظمة الأرضية والغنى الفاحش، لكن في غنى فظيع حوالين الراجل ده وفي البلاد.
وده أول تحدي هيواجه كنيسة العهد القديم أو شعب اليهود. طبعا الشعب اليهود ده احنا بنبص له ككنيسة في الوقت دول، هم دول بتوع ربنا، فاحنا بنتعامل معهم كناس بتوع ربنا. تصوروا معايا المنظرة دي والأبهة دي والعظمة دي، بتخلي الواحد طبعا يتعب لأنه بينبهر بالكلام ده ويضعف ويبقى عاوز يبقى غني وعاوز يشارك وعاوز يجامل ويتنازل بالتالي عن مبادئه. وكان الشرب حسب الأمر ولم يكن غاصب. يعني إيه؟ يعني اشرب براحتك زي ما تشرب، طبعا مش مية يعني، لأنه هكذا رسم الملك على كل عظيم في بيتي أن يعملوا حسب رضا كل واحد. يعني ببلاش الخمر، ببلاش في مخدرات ساعات تبقى ببلاش عشان يجيبوا رجل الزبون وبعد كده يبيعوا. الشيطان يعمل كده، تلاقي الحاجة الغالية يرخصها لك قوي بدلها تغلط، بدل انت زبون جديد يخلي لك الخطية سهلة قوي. يبقى ببلاش، يجيبها لك لغاية عندك ويعرضها عليك ببلاش. يوسف العفيف يجيله الخطية لغاية عنده ببلاش، ما يجريش وراه، لكن هو يقول لا. فالخطية أحيانا الشيطان يعرضها رخيصة جدا وببلاش، مع انها تبقى في عرف الناس غالي، لكن بعد كده تبقى غالي. بعد ما يتذل الانسان يبتدي ايه؟ تبقى غالية عليه. زي الابن الضال في الاول خطية سهلة قوي، معاه فلوس كتير قوي، ولما ادم في الخطية بقى مش طايل اكل الخنازير. ووشت الملكة عملت ايضا وليمة للنساء، برضو وشت ده احد اسماء الالهة. وفي بيت الملك الذي للملك احشاوير. في اليوم السابع لما طاب قلب الملك بالخمر، قال لمهومان وبذسة وحربونة وبغتة وأبغسة وسيزا، شوية ناس كده ملهمش لازم، الخصيان السبع دول ايه؟ سبع وزراء. كلمة خصي مش مقصود بيها الحتة الجسدية، كانت رتبة وزير يسموه كده، زي لو تفتكروا في سفر الأعمال يقول الخصي بتاع الحبشة وزير كنداك، لأنه هيطلعوا من الناس دي متجوزين ومخلفين، فالحكاية مش مجرد عند العرب كانت بتاخد معنى أنه ممنوع من الزواج أو الخلف أو كده، لكن هنا ده كان لقب للي هم مكرسين لخدمة الملك، فبيتقال عليه كده الخصيان السبع دول زي سبع مستشارين أو سبع وزراء حواليه، الذين كانوا يخدمون بين يدي الملك أحشوير. أن يأتوا بوشت الملكة إلى أمام الملك بتاج الملك ليرى الشعوب والرؤساء جمالها لأنها كانت حسنة المنظر. دخلنا في الغلط بقى، الراجل مخه راح من الخمر، فإيه عمل حاجة ما كانش حد بيعملها، إنه عاوز يتباهى بزوجته قدام الناس، مراته جميلة قوي فعاوز يعرضها قدام الناس يشوفوا جمالها. طبعا تصرف مش عائل ومهين للملكة، فهي الملكة صعب عليه فهترفض، ومن هنا هتبتدي القصة. شوفوا بقى احنا هنتفق على حاجة، وجهت دي هترمز الى الانسان الخارجي او الجسد، لان الانسان بيتمنظر بايه؟ بلبسه، بمنظره، بصحته، بذكائه، بمركزه، بعلاقاته. أستير هترمز إلى الإنسان الداخلي، لأن أستير هتفضل أغلب حياتها في الدرة بالرغم أنها تبقى ملكة، فهيبقى الملك بين اثنين، بين إنسان خارجي وبين إنسان داخلي، والملك بيختار. أنت الملك في الحالة دي تختار تتجوز وشتي ولا تتجوز أستير، بمعنى إيه؟ تعيش تتمنظر بحياتك ويهمك جمالك الخارجي يبقى مصيرك في الآخر الندم، لكن تتجوز ابنة الملك من داخل أستير الجميلة لحياتها كلها داخلها، يعني يبقى حياتك الداخلية شغلاك، هتعرف في الآخر المجد يوصل لإيه. فوشتي ترمز إلى الإنسان الخارجي أو الجسديات، بينما أستير اللي هتاخد مكانها ترمز للإنسان الداخلي أو الإنسان الروحاني. واضحة؟ فتلاحظوا انه مفيش دوام ابدا للانسان الخارجي، وشتي لازم تروح عليه. ليه؟ لانه بدل حط بقت فرجة، اي حاجة تطلع في الفرجة تروح عليه، كله بيعجز وكل عالي بيقع وكل غني بيفقى، كل ده كلام بطال.
لكن الإنسان الداخلي يدوم، الإنسان اللي عنده فضيلة ده هيدوم، الإنسان اللي عايش مع ربنا ده يدوم. فراح بعت يجيبه وشت، فأبت الملكة وشت أن تأتي حسب أمر الملك عن يد الخصيان، فاغتاظ الملك جدا واشتعل غضبه فيه. طبعا الخمرة شغالة، ودي من البلاوي اللي تعملها الخمرة، كذا خطيئة، غضب، قرارات خاطئة، ماشي، وقرارات على مستوى بقى عالمي يعني. فطبعا وتفتكروا حتى في العهد الجديد برضو كان حصل فيه حاجة شبه كده، وقت هيرودس لما ايه برضو انبسط زيادة، والحكاية كان فيها رأس والشرب وبتاع، فقال لها ايه اطلبي زي ما انت عاوزة، رست على رأس يوحنا المعمدان وندم اشد الندم بعد كده. برضو حد في قصة دانيال كان في حادثة زي كده فاكرينها، بلشاصر قعد يشرب، ومن كتر ما شرب قال لهم هاتوا اواني الهيكل اشرب فيه، فربنا اعتبر ده تطاول ما بعده تطاول، طلعت ايد تكتب على الحيطة ايه وزنت بالموازين فوجدت ناقصا، اتوزنت وطلعت ناقص يا ناقص كده ايه راحت عليك. بقى تشرب في اواني الهيكل خمرة، نوع من التجاسر الشديد على ربنا، كل ده من الخمر، الخمر وحشة جدا تضيع العقل وبالتالي تخلي الإنسان يعمل أي خطيئة. فهنا لما هي قالت لا، وهي معاها حق تقول لا، دي ملك مش فرج، دي إهانة ليها، فاضطرت تقول لا، لأن عارف أن جوزها مش مظبوط في الساعة دي. هو بقى الغضب ركبه فأمر بأمر وحش، وقال الملك للحكماء العارفين بالأزمنة، لأنه هكذا كان أمر الملك نحو جميع العارفين بالسنة، السنن يعني والقضاء، وكان المقربون إليه الجماعة اللي قلنا أسمعهم دول سبعة رؤساء فارس ومادي الذين يرون وجه الملك ويجلسون أولا في الملك حسب السنة ماذا يعمل بالملك وشتي، لأنها لم تعمل كقول الملك أحشاويرش عن يد الخصيان. فقال مموكان أمام الملك والرؤساء، ليس إلى الملك وحده أذنبت وشتي الملكة، بل إلى جميع الرؤساء وجميع الشعوب الذين في كل بلدان الملك أحشاويرش. ده فاعل خير يعني، فاهمين؟ ده عاوز يبوظ الدنيا. قال له الغلطة دي مش في وشك بس، دي في وشنا كلنا، ازاي الملكة تقول لك لا؟ طبعا عاوز يخرب على الملك. في ناس كده مستشارين بس يضيعوا الدنيا. لان دول خدتوا بالكم التعبير اللي قاله الكتاب قبلها، كانوا ايه يقولوا الحكماء الايه العارفين بالأزمنة، دول الحكمة الأرضية، دي مش حكمة نازلة من فوق، في حكيم عارف بالأزمنة، بس الأزمنة يقصد بيها الأزمنة الأرضية، يعني في الخبص والدهاء مفيش بعد كده، وفي اللؤم والمكر، يعرف يمشي حاله في الدنيا تمام، عارفين بالأزمنة بس مش عارفين بالإيه بالأبدية، دول مش حكمة حكمة روحية، دي حكمة الدنيا كده، حكمة الدنيا اللي يذبح القط، فميزة دي حكمة الدنيا، ما هم عاوزين يقولوا كده، يعني ايه ازاي مراتك تقول لك لا، يبقى محدش فينا هيعرف يمشي مراته، واخدين بالكم؟ طبعا ده بعيد خالص عن الزواج المسيحي وعن الفكر الانساني الرائي والكلام. فقال له بص، ده ما غلطتش في حقك بس، بل الى جميع الرؤساء وجميع الشعوب الذين في كل بلدان الملك أحشاويرش، لانه سوف يبلغ خبر الملك الى جميع النساء حتى يحتقر أزواجهن في أعينهن، عندما يقال إن الملك أحشاويرش أمر أن يؤتى بوشت الملكة إلى أمامه فلم تأتي. وفي هذا اليوم تقوله رئيسات فارس وماد اللواتي سمعن خبر الملكة لجميع رؤساء الملك، ومثل ذلك احتقار وغضب. فإذا حسن عند الملك فليخرج أمر ملكي من عنده وليكتب في سنن فارس ومادي فلا يتغير، ألا تأتي وشتي إلى أمام الملك أحشاويرش، وليعطى الملك ملكها لمن هي أحسن منها. طبعا هي مؤامرة منهم، كل واحد عنده عروس عاوز يجيبها له، فعاوز يخلص من الملك، أو ده تذكرهم يعني. ودي مؤامرات دايما حوالين الملوك، كل الملوك اللي حواليهم بيلعبوا بيهم وبيغرقوهم. في حادثة تاني في التاريخ غرقت ملك وقسمت شعب إسرائيل كله، كان مين الملك؟ رحبعام ابن سليمان. سليمان كان راجل حكيم جدا، فما كانش يسمع لأي حد،
وكان حكيم يصلي قبل ما ياخد قرار، فمشى الدنيا تمام. لما جه ابنه كان شاب صغير ما كانش واخد حكمته، فقال سأل الشيوخ أمشي الشعب إزاي، قالوا له اخدم الشعب بعنيك وظهر لهم الحب يحبوك. راح بقى للمستشارين الشباب العيال اللي بيلعبوا معاه، أعمل إيه؟ قالوا له لا، قل لهم أبويا أدتكم بالصياط، أنا أدتكم بالعقارب، أنا صباعي أدخن من وسط أبويا. شغل بقى شباب إيه، مستهتر ومندفع وفارد صدره وبتاع. هم سمعوا الكلمتين دول قالوا خلاص خليك في حالك، وانقسمت المملكة بسبب الكلمة دي. كل ده مشورة أشرار، كل ده مشورة غير حكيمة بوظت الدنيا. هنا يبان يا جماعة خطورة المشورة. ساعات واحد يبقى في مشكلة يسأل واحد يغرقه تمام، يغرقه تمام. هو الملك هنا بص للي حواليه غرقوه، ضيع مملكته، ويبدو ان الندم، بس طبعا ما قدرش يعلن عن كده. لكن في ليلة غضب خسر مراته وخسر بيته بسبب اندفاعه، بسبب الخمرة، بسبب اللي حواليه. فيسمع أمر الملك الذي يخرجه في كل مملكته لأنها عظيمة، فتعطي جميع النساء الوقار لأزواجهن من الكبير إلى الصغير. فحسن الكلام في أعين الملك والرؤساء، وعمل الملك حسب قول مموكان، وأرسل كتبا إلى كل بلدان الملك، إلى كل بلاد حسب كتابتها، وإلى كل شعب حسب لسانه، ليكون كل رجل متسلطا في بيته. قال يعني هو ده اللي يخلي الرجل متسلط في بيته، ويتكلم بذلك بلسان شعب. يعني لما الملك يقول كده خلاص، لا طبعا، لكن هو ده تفكير البشر يا جماعة، فاهمين ازاي؟ قال يعني العين الحمراء، يعني ده تفكير بشر وده خراب بيوت. لكن التفكير الروحي غير كده خالص. قبل ما يقول الكاهن للزوجة خضعنا لرجالكن، بيقول له ايه؟ خليك حنين على مراتك تكسب عينيها. فهنا اللغة المسيحية غير خالص اللغة العالمية دي، ده تفكير بشري. واحد عاوز يعرض مراته قد كده جميلة، والناس بيقولوا له ما تسمعتش كلامك طلقها، خذين بالكم. شغل ناس ما عندهم، ما فيش ربنا في الموضوع. يبان الاندفاع والقرار المندفع كمان. في قرارات خطيرة الواحد يندم عليها طول العمر. اوعى تاخد قرار كبير وانت منفعل او انت ما حسبتوش كويس. اي قرار كبير خد وقت قبل ما تقوله. ده لو كان قعد للصبح والخمرة طلعت منه ما كانش عمل كده، لكن هو الشيطان تبخت حيث انه يغلط في ساعته. وانت منفعل وانت غضبان اوعى تاخد قرار، اسكت خالص، اجلها يومين ثلاثة، هتلاقي نفسك بتفكر بطريقة تاني خالص. ياما بيوت خربت وياما مشاكل اتعقدت بسبب قرارات منفعلة، خمر او غضب او مشورة شرير. المهم حيلة الشيطان نجحت، وعرفوا يطلقوا الراجل من مراته، وايه وهينادوا بقى ايه انه يعني يعرضوا الستات البنات عشان الملك يختار عروسة. وكان ده نظام بقى ملوك فارس، كان نظامهم كده. برضه عاوز اقول نقطة تاني مهمة، ان ربنا بيستغل الاحداث اللي في الدنيا لخلاصنا وخلاص شعبه. قصة زي كده تبدو قصة عادية زي اي قصة في التاريخ، لكن ازاي ربنا يستغل الاحداث دي عشان يطلع منها خلاص لشعبه. يعني ساعات احنا ننزعج، نسمع عن حروب، ونسمع عن قوانين بتطلع، ونسمع عن حكومات بتقع وبتطلع، ومش واخدين بالنا ان ربنا بيستغل ده كله عشان يعمل طبخة كده تمام ويطلع خلاص لشعبه. تصوروا لو القصة اللي جاية، انتوا عارفين قصة همان لما تآمر على الشعب اليهودي، لو حصلت وكانت وشتي مرات احشاويروش هي اللي زوجها، ما كانش ليها حل. يعني لما همان بعد كده هيتآمر ويخلي الملك يمضي اعدام اليهود كلهم، لو كانت مراته هي وشتي، ما كانش حد من اليهود هيوصل لاحشاويروش ابدا، كان القرار هيتنفذ. لكن القصة الغريبة دي اللي حصلت كانت مقدمة عشان ربنا يبتدي يخطط لقدام ويعمل قصة كده عشان في الآخر يوصل لخلاص شعب. بمعنى لو عندنا إيمان حقيقي
هنثق أن كل الأشياء تعمل معا للخير. كل الأشياء دي الحاجات القريبة فينا وحوالينا، والحاجات البعيدة خالص كمان لها علاقة بينا. نظام البلاد والدولار اللي بيعلى وحاجات كتيرة قوي نتصور انها ملهاش علاقة مباشرة لينا، لكن ممكن الحاجات دي تكون جزء من قصة خلاصنا دون ان ندري. لكن مين اللي ماسك كل المفاتيح في ايده؟ مين اللي ماسك كل الخيوط؟ ربنا. عشان كده بنسميه الضابط الكل، ضابط كل حاجة، كل حاجة في وقتها. لازم وشتي تقع دلوقتي عشان أستير تدخل، عشان الشيطان داخل بمؤامرة كبيرة، فلازم نعمل لها استعدادات. فتلاقوا كل حاجة ماشية بحساب.